ولنقاش ملف حقوق الإنسان في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، ما تفاصيل المحاضرة التثقيفية التي أقامها قسم حقوق الإنسان في الهيئة؟ تحية لك أختي القابلة والمشاهدين الكرام. حقيقة هذه المحاضرة هي ضمن نشاطات القسم الموسم الثالث الذي أقر من قبل هيئة علماء المسلمين في العراق لنشاطات الأقسام كافة في الهيئة. أما مسألة التثقيف فهي الحقيقة تتركز على موضوع الأول هو الوقوف على حالات حقوق الإنسان في العراق ووصفها وصفا دقيقا من خلال معرفة أو من خلال رفع الوعي في معرفة المفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان الواردة في التقارير الشأن العراقي. نعم، كيف تقيم؟ وبالتالي لدينا يعني سيكون لدينا تشخيص دقيق للحالة ومسألة إنصاف الضحايا لهذه الانتهاكات والجرائم. في هذا الصدد وبالحديث عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، كيف تقيم وضع حقوق الإنسان من حيث الانتهاكات المرتكبة وكذلك دور الجهات الحكومية وغير الحكومية للحد من هذه الانتهاكات في العراق؟ حالة حقوق الإنسان في العراق اليوم تتلخص في أنها انتهاكات تتراكم وفساد يتضاعف للكثير من الصعب على مستوى العراق. هنالك تسجيل وتوثيق لآلاف الانتهاكات التي صدرت من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها وقوات الدولية التي تسمى قوات التحالف. هذه كلها تم تسجيل آلاف الانتهاكات على مختلف المحاور، سواء كان على محور القتل والإصابة خارج القانون أو على محور الاعتقالات أو على محور النزوح أو على محور الإفلاس من العقاب أو على محور التغيير الديموغرافي أو حتى على مستوى أوضاع المرأة والطفل أو الأوضاع التربوية ووضع البيئة في العراق والبنية التحتية والمدن المنكوبة. حقيقة هذه يعني صورة مأساوية. لا تزال الانتهاكات والجرائم والفظائع هي التي تحدد ملامح حالة حقوق الإنسان في العراق. نعم. في ظل هذا الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني الذي أعقبه. ما مدى أهمية رفع هذه الملفات والانتهاكات التي ذكرتها للمحكمة الجنائية الدولية؟ المحكمة الجنائية الدولية يعني من الواجب أن واحد يعني يثقف باتجاه اللجوء إليها لاستحصال الحقوق. نعم هنالك يعني صخرات كبيرة وعرف المسيخ لهذه الطرق، مثلا التناقض الغربي في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في هذه المنطقة من العالم أو تلك، يضاف إلى ذلك غياب العقاب، يفقد القانون يعني روحه الحقوقي، الروح الحقوقي للقانون يعني يكون مفقود هنا. لكن مع ذلك ضرورة أن يعني يتجه الناس، يتجه الشارع، يتجه الإنسان المدني البسيط إلى هذه الأساليب لاستحقاق حقوقه، لأنه كما تعلمون أن يعني الجرائم لا تسكت بالتقادم، لا سيما في العراق لدينا جرائم ضد الإنسانية، لدينا جرائم حرب بمختلف أنواعها،
لدينا جرائم تنفيذ قسري، لدينا عقاب جماعي، الأمور كثيرة. يعني مع الأسف الشديد ما أقول أنه حالة حقوق الإنسان في العراق ملفات كبيرة جدا أصبحت، ولا بد لاستصحابها إلى محكمة الجنايات الدولية. مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه هي يعني تحيل المشتكي إلى الحكومة التي يتبع لها، وبالتالي سنظل في حلقة مفرغة، لكن يعني لابد من التحرك بهذا الاتجاه حتى يعني لا يكون حجة أو ذريعة بعدم التوجه إليها. شكرا جزيلا لكم نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.